أهلا بكم. يشهد العراق فوضى سلاح عارمة ساهمت وما زالت تساهم في تعقيد أوضاعه الأمنية. ظهر السلاح بكميات كبيرة، لا سيما الأسلحة الثقيلة، بيد العشرات من الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة التي انخرطت في الحرب ضد تنظيم الدولة حتى قبل الإعلان الرسمي عن اعتبار تلك الميليشيات قوات حكومية خاضعة شكليا للقائد العام للقوات المسلحة، ما وفر غطاء رسميا لتسليحها من مخازن الجيش والشرطة. لم تكتفي الميليشيات باستخدام ما حصلت عليه من سلاح أمريكي وغيره، بل وظفته في السيطرة على مناطق نفوذها وفي عمليات الخطف المسلح والاعتقال خارج نطاق القانون، سواء لغايات مادية أو لتصفية حسابات حزبية وطائفية. ساهم تكدس الأسلحة بشكل عشوائي في العراق جراء توالي الحروب وكثرة المتدخلين في جلب الأسلحة ونشرها بشكل كبير، في حدوث فوضى سلاح، إذ لا تبدو الحكومة في موقع القادر هنا على انتزاع هذا السلاح من أيدي الميليشيات التي تقودها شخصيات قوية يفوق نفوذها سلطة الحكومة ذاتها، كما تعهد العبادي في أكثر من مرة، فضلا عن أن بعض تلك الشخصيات جزء من النسيج الحكومي. وثمة من يؤكد أن الحرب التي أضعفت تنظيم داعش قوت الميليشيات وفرق الموت ووضعت بيدها كميات هائلة من السلاح، أتاح لها سيطرة ميدانية على العديد من المناطق التي تصر على الاحتفاظ بها. ظاهرة انفلات السلاح في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف تفاقمت ظاهرة انفلات السلاح لا سيما الثقيل منه في العراق الجديد؟ وما هو دور الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة في مفاقمة هذه الظاهرة واستفحالها؟ وهل أصبح حائز هذا السلاح سواء من الميليشيات وفرق الموت أو من الأفراد فوق سلطة القانون والدولة؟ ولماذا يؤكد الكثير من المتابعين للشيء العراقي أن العبادي ليس بمقدوره نزع هذا السلاح وحصره بيد الدولة كما تعهد بذلك أكثر من مرة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، وليد الراوي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نبحث فيها ظاهرة انتشار السلاح، فوضى السلاح في العراق. ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا عبر سكايب من عمان الخبير الأمني والعسكري اللواء وليد الراوي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. مرحبا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، ما هي أسباب وظروف تفشي أو انفلات ظاهرة السلاح، غاب من السلاح الآن في العراق بيد الأفراد، بيد العصابات، بيد الميليشيات، فرق الموت، حتى أصبحت هي المهدد الحقيقي للأمن والمجتمع، ربما حتى يفوق تهديد ما يسمى الإرهاب وباعتراف الكثير من المسؤولين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، يعني ربما يمكننا القول منذ الاحتلال عام 2003 حتى اليوم، وبالذات مع بداية الاحتلال، صارت سلطة السلاح المنفلت، فوضى السلاح، هي السلطة التي لا يعلو عليها سلطة. السلاح بكل يد قوات الاحتلال الأمريكي، فتحت مخازن بكل السلاح بكل يد وبكل الأنواع، ثقيل، نعم، ومتوسط، نعم، وخفيف، نعم. فتحت كل مخازن السلاح، فتحت كل المعسكرات التي كانت للجيش السابق، لكل القوى الأمنية، وتركتها على الغارب. كانت تعتقد، وهكذا كانوا يتصورون، تعتقد أن الخطة تكمن في أن السلاح يكون بيد الشعب، ومع وجود يعني فتاوى، وجود إعلام موجه، يعني هي عملية مقصودة أم نعم كان جزء من الفوضى وعدم القدرة على السيطرة نظرا لانتشار السلاح والمخازن؟ كان ممكن للقوات الأمريكية اللي عديدها مثل ما نعرف كان أكثر من 300,000 جندي دخل العراق، وطائرات وكل الأجهزة، وكان البلد كله بيدهم، كان من الممكن أن يسيطروا على المعسكرات ولا يجعلوا أحد يتقرب من عندها ودوائر الدولة، لكن هم أشاعوا هذه الفوضى، وأشاعوا فوضى السلاح بهذه الطريقة لكي يكون السلاح بمتناول الجميع، صارت له يعني أسواق على الأرصفة،
كما شهدنا يعني أسواق كثيرة للسلاح على الأرصفة، مثل ما تباع الطماطة والخبز يباع السلاح. لا زالت بقايا هذه الظاهرة موجودة حتى الآن يعني، وإن كان انحصرت. نعم. صارت وراء واجهات، صار نعم. لها تجار، صارت لها دكاكين خاصة سرية، صارت لها يعني شركات معينة، توجهات معينة. لكن في ذلك الوقت الانفلات كان يراد منه أن يبدأ الشعب بالحرب الأهلية، يعني يستخدم هذا السلاح لقتل العراقيين، لدفعهم إلى المواجهة، سنة وشيعة، كراد، عرب، مسيحيين، وهكذا كانت الفوضى العارمة. وكان هذا السلاح يجب أن يكون بهذه اليد. هذه حقيقة الحقيقة يعني. دعني أقفز على هذا وأقول أنه يعني مراكز دراسات كثيرة عدت أنه عدد قطع السلاح الآن الموجودة بيد العراقيين منفلت خارج نطاق الدولة أكثر من 15 مليون قطعة، بين خفيف ومتوسط وثقيل. هذا بلد فوضى، سلاح يكون بهذا الشكل. والحكومات على مدى السنوات اللي مضت من عام 2003 لحد الآن تتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة، ولكن كذبة كبيرة. سنتحدث عن هذا دكتور. نعم. لو سمحت لي. نعم. سنتحدث عن قضية قدرة الدولة على حصر السلاح. نعم. ربما يعني دعني أقول أنه قبل 2003 السلاح ما كان يعني مباح بهذه الطريقة، وكان ربما قوانين كثيرة تمنع حيازة السلاح على الأقل المتوسط والثقيل غير متاح، قد تصل إلى الإعدام يعني. نعم. من يكتشفون. لكن الآن وصلت بعض العشائر لديها دبابات، لديها مدفعية، لديها يعني مقاومة طائرة. سنتحدث شيء غريب كيف عجيب. نعم. أيضا كيف لهذا السلاح كان له تأثير سلبي في النزاعات أو الخلافات المجتمعية وخاصة العشائرية. دكتور العفو اللواء وليد الراوي في عمان، مساء الخير سيادة اللواء. كرام ومشاهدين الكرام، شكرا جزيلا. دكتور رافع يتحدث أن الأمريكان أو الأمريكيون كانوا تعمدوا ترك المخازن السلاح مفتوحة أو فتحوها حتى يكون السلاح بيد المجتمع، بيد الأفراد، ولأهداف أمريكية تتعلق بوجودهم في العراق. أيضا الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لم تعمل أو ربما كانت عاجزة عن حصر هذا السلاح بيدها، وكان أيضا السلاح استمر بانتشاره وبهذه الفوضى وفي متناول أيدي الأفراد والجماعات والميليشيات بهذا الشكل الموجود حاليا. هل الحكومات كانت تعي خطورة انفلات هذا السلاح أو فوضى السلاح بهذه الدرجة التي نشهدها الآن؟ نعم، تصحيح بسيط، أنا العميد الركن الدكتور وليس اللواء، كلمة استحقاقه. شكرا جزيلا. حقيقة أنه بعد الاحتلال المباشر كلنا نتذكر، مثل ما تفضل الدكتور رافع، لم تفرض القوات الأمريكية سيطرتها على مخازن السلاح، وتركت عرضة للسلب والنهب. وكلنا نتذكر في منطقة جنوب المحمودية وبالدورة كيف كانت تؤتى بالدبابات العراقية والناقلات ويتم تقطيعها وثم تباع خردة، وقد وصل البعض منها إلى إسرائيل إلى معامل دبابات ميركافا، استخدم الحديد للصلب فيها. موضوع مقصود لأنه جزء من الفوضى ومن استراتيجية كونداليزا رايز، الفوضى الخلاقة، أنه تبث الفوضى، تشيع الفوضى بالعراق على المستوى الأمني بالدرجة الأولى، وهذا ما حدث فعلا. الحكومات حقيقة لم نلاحظ هنالك اهتمام جدي بهذا الموضوع. ثم هنالك مسألة أنه حصر السلاح بيد الدولة، يجب أن نفهم أن الموضوع هو ليس جمع السلاح فقط، يعني تطلع مفارس تجمع سلاح من العشائر. عميد وليد، حتى قبل أن ننتقل إلى النقطة الأخرى، الأمريكان وكما يقول دكتور رافع والكثير تعمدوا أن يكون السلاح في العراق بهذه الفوضى في متناول أيدي الكثير من أفراد المجتمع. الحكومات التي استلمت السلطة من الأمريكيين تعمدوا أيضا إشاعة الفوضى أم أنهم كانوا عاجزين؟ لا، هو حقيقة كان يعني هي عملية مزدوجة. في بادئ الأمر كان هنالك عمل مقصود، بدليل أن القرار 91 لبريمر بدمج الميليشيات في المؤسسة العسكرية، كل هذه الميليشيات اللي عددها بالقرار 7 زائد
قوتين عسكرية اللي هي البيشمركة للحزبين الكرديين كلها جماعت السلاح وكانت مسلحة، وقد وصل الأمر بها أنه كانت أقوى من الدولة في مرحلة التأسيس، يعني فترة الانتقالية للرئيس الوزراء إياد علاوي كانت هاي القوة أقوى من الدولة من ذلك الزمن. الموضوع ليس جديد. النقطة الثانية، لاحظ أنه هذا الموضوع الآن يستخدم يؤطر سياسيا وأمنيا. لو تراجع إلى خطابات المالكي 2012 يرفض وجود السلاح بالشارع ومن سيطر عليه، في 2018 يشجع على وجوده، فيوظف باتجاهين، الاتجاه الأمني والاتجاه السياسي للأسف وجود هذا السلاح الغير مسيطر عليه بيد الناس. نعم نعم. دكتور عبد الحميد العاني، إلى تحدث العميد الركن عن قضية الميليشيات ودمج الميليشيات، واحدة من الأسباب الرئيسية لأن يتفشى، لأن ينتشر، لأن تكون هذه الفوضى الكبيرة في السلاح، حتى أضحت هذه الميليشيات سلطة أخرى موازية، بل سلطة أقوى من سلطة الدولة، الدولة الهشة، الدولة الآن على وضعها هي هشة وضعيفة، هناك سلطة يعني أقوى منها بكثير. كيف ساهمت هذه الميليشيات، أو إلى أي حد الميليشيات ودمجها وانتشارها، وخاصة بعد فتوى الجهاد الكفاية 2014 بعد سيطرة تنظيم الدولة على الكثير من المناطق، كيف ساهم في انتشار أو في تفاقم ظاهرة انفلات السلاح في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن أن نفصل بين الحديث عن فوضى السلاح وانتشاره وبين الميليشيات مثل ما ذكرت في سؤالك. وأشار الأستاذ الدكتور رافع والأستاذ وليد قبل قليل عن بعض تاريخ هذه الميليشيات واندماجها في مؤسسات العسكرية، ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الأخيرة. طبعا ثلاث مراحل ربما هي رئيسية، أولا قرار بريمر الذي أسس الجيش جديدا من الميليشيات، ثم في 2006 و2007 أيضا حدث اندماج أو دمج لميليشيات جديدة، وأخيرا ما يسمى بالحشد الشعبي. هذه الميليشيات التي اليوم تسيطر على هي المشهد الرئيسي، هي التي الآن ربما ما تمتلكه من سلاح أقوى مما يمتلكه المؤسسة الرسمية، رغم أن المؤسسة الرسمية هي ليست معناها ليست ميليشيات، لأن يعني المؤسسة الرسمية الموجودة حاليا هي أكثر أفرادها من ميليشيات، لكن كأننا نستطيع أن نقول هي بالنهاية ثمرة أو نتيجة دمج ميليشيات في البداية. نعم، تأسست ثم دمجت، فكأنه الميليشيات على نوعين، نوع منخرط أو متماهي تحت لواء المؤسسة الرسمية، والنوع الآخر بشعاره أو برايته المعلنة. يعني مثل السرطان أكو حميد وأكو خبيث. نسأل الله العافية لمجتمعنا أن ينجيه من كل هذه الخبائث وكل هذه الأمراض التي ما كان يعرفها لولا الاحتلال الذي حماه هذه الميليشيات، وكان له دور كبير في هذه الفوضى، وهو مثل ما ذكروا فوضى يريدون منها الفوضى الآن الموجودة. اسمح لي أن أقول أنها هي فوضى ممنهجة. لو نظرنا إلى التاريخ العراقي الآن في ظل الاحتلال، ذكر الدكتور رافع قبل قليل والأستاذ وليد أن هنالك كان في البداية يعني تعمد من قبل قوات الاحتلال في فتح الأبواب المخازن وغيرها على أمل أن تكون هنالك حرب أهلية، لكن الذي تذكر العراقيون أنه في عام 2006 و2007 كان هنالك عمل ممنهج من قبل قوات الاحتلال في سحب السلاح من المحافظات التي قاومت الاحتلال، وكانت هذه القوات قوات الاحتلال تحمي ولا تتطرق أو لا تتعرض أبدا للميليشيات التي هي موالية للوجود الأمريكي، وهي أيضا أداة من أدوات إيران، لأنها كانت أيضا في الخندق ذاته طبعا، لأنه قلنا ذكرنا أكثر من مرة عن التخادم المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي، وهذه الميليشيات ما هي إلا أداة من أدوات هذا التخادم لإيران. ثم في الفترة الأخيرة الذي حصل الحشد الشعبي وغيره، كلنا رأينا كيف أن الطائرات الأمريكية والخبراء العسكريون الأمريكان يساندون
هذه الميليشيات، ثم انتقل السلاح الأمريكي باعترافهم باعتراف قادتهم إلى هذه الميليشيات. وهناك شكوى أمريكية من أنه هذا السلاح الذي كان قدم إلى مؤسسات، هذا شكوى نعم. إعلاميا لكنه نعم. عمليا أنه وصل إلى أيدي الميليشيات. دكتور رافع الفلاحي، الحكومة دائما تكرر عن نيتها واعتزامها أو خططها أنه حصر السلاح بيد الدولة، انتزاع هذا السلاح من أيدي التنظيمات خارج إطار الدولة. العبارة تعهد أكثر من مرة أنه لن يسمح لأي تنظيمات تحمل سلاح خارج إطار الدولة، وأنه لا مكان لأي تنظيم يحمل السلاح إلا في إطار الدولة. سؤال من شقين، هل تم تجدية بهذا الاتجاه تنفيذ هذه التعهدات؟ والسؤال الأهم، هل للحكومة القدرة فعلا على انتزاع هذا السلاح وحصره بيدها؟ إجابة على السؤال الأول، يعني هل هناك جدية في نعم. سحب هذا السلاح؟ سنترك يعني الإجابة عن القدرة، هل لهم قدرة أو لا في هذه القضية. أنا أقول لما قال دكتور عبد الحميد قبل قليل وسيادة العميد الدكتور عندما تحدثوا أنه استخدام هذا السلاح كان سياسي وأمني، هذا انتشار هذا السلاح لم يؤثر على كل الحكومات التي جاءت من عام 2003 إلى الآن، أقصد لم يؤثر على مصالحهم، لم يؤثر على العملية السياسية، لم يؤثر على وجودهم وكراسيهم. لو كان هذا السلاح، انتشار هذا السلاح يستهدف كراسيهم، يستهدف العملية السياسية، يستهدف وجودهم، لكانوا قد اتخذوا قرارات وقاموا بخطوات غير التي جرت لحد الآن. لكن دكتور في هذه النقطة، هذا السلاح بيد الأفراد، بيد التنظيمات، بيد الميليشيات، واستخدامه ليل نهار، حتى هناك تصادمات بين مؤسسات الدولة، بين قوسين شرطة وجيش وبين الميليشيات، وهناك قتلى، ألا يقوض من هيبة الدولة؟ هؤلاء الآن هم في الدولة، الحكومة، رئيس الحكومة بالنهاية يضرب في هيبة الدولة، يضرب في سمعة وصورة الدولة، إذا مو للداخل على الأقل للخارج. أولا أستاذ ماجد، هم لا تهمهم هذه القضية، لو كانوا تهمهم سمعة الدولة وهيبة الدولة وحدود السياسية للدولة لما وصل حال العراق إلى الحال الذي هو عليه. أريد أن أقول فقط للدلالة على هذا الموضوع، لما قال الدكتور عبد الحميد المحافظات التي قاومت ذهبوا باتجاهها لإفراغها من السلاح، كانوا يقولون لهم ليس هناك مقاومة في العراق، عندما انطلقت المقاومة هذا السلاح صار بيد المقاومة، كانوا يريدون إفراغ هذه المحافظات ولم يتعرضوا لأي محافظة أخرى. هذه حقيقة. طوال هذه السنوات من عام 2015 لحد الآن، دعني أقول بعثة الأمم المتحدة اليونامي كانت تحدث في كل سنة لها حصيلة عن القتلى، والقتلى بسلاح تفجيرات ورصاص وقتل واغتيالات. وهذه القضية، عدد الذين قتلوا من عام 2003 لحد نهاية عام 2017 هذه بأرقام اليونامي، وهي أرقام ليست حقيقية، الأرقام الحقيقية أكبر من هذا بكثير بكثير، ربما تضربها بأربع أضعاف أو خمسة، لكن هي تتحدث عن 227,224 قتيل إذا ما ضربنا هذا العدد. هم يتحدثون أيضا عن جرحى، لكن إذا ما اعتبرنا أن مقابل كل قتيل هناك 3 جرحى فهناك 681,000 جريح، مجموع الرقمين بمعنى 900,000 عراقي سقطوا بين قتيل وجريح خلال هذه 15 سنة، هذا عدا ما قتلهم الاحتلال الأمريكي أكثر من 1,000,000. فبالتالي أنت لديك 2,000,000 عراقي بين قتيل وجريح سقطوا خلال هذه 15 سنة، لم تحرك الحكومات ساكنا بهذا الاتجاه، لم تصدر قرارا واحدا، لم تحرك قطعة عسكرية لغرض سحب هذا السلاح، السيطرة على هذا السلاح. كانت أسواق السلاح وما زالت مبذولة، أنت تطلب السلاح الذي تريده، نوعية السلاح الذي تطلب، ميليشيات لحد الآن على الشاشات يظهرون يتحدثون عن أسلحة غريبة عجيبة بيدهم، يتحدث أنه اشترى هذا السلاح بكذا مبلغ من الدولارات، من أين اشترى هذا المبلغ؟ إذن هناك أسواق مفتوحة للسلاح والدولة تعرف بها. إضافة إلى هذا، الدولة عندما يعني هذه الإجابة غير جدية، الحكومة غير جدية في سحب السلاح لأنه لا يؤثر عليه. أما هل تستطيع الدولة؟ لا تستطيع الدولة، لأنها مكونة من ميليشيات، من عصابات، السلاح هذا بيد الميليشيات، والميليشيات هي من تمسك كرسي الحكم لكل الجالسين على كراسي الحكم في العراق. الميليشيات هي الحاكم الفعلي في العراق، وهي المالكة الفعلية للسلاح الآن، هي والعصابات هي التي تملك السلاح.
هل تستطيع الدولة، هل يستطيع العبادي، يستطيع المالكي قبله أن يسحب السلاح من بدر، من عصائب أهل الحاق ما أعرف منه، هل يستطيع من كل هذه الميليشيات الآن هيئة الحشد الشعبي ما يسمونه، أكثر من 60 ميليشيا كلها تحمل السلاح، سلاح خفيف وثقيل ومتوسط، ولديها يعني مخازن كاملة من السلاح. الحكومة ربما تدافع عن نفسها أنه ثمة تحدي كبير متمثل بقضية الإرهاب، قوى الإرهاب، تنظيم الدولة، تنظيم داعش الذي كاد أن يأتي على الدولة. طيب وبالتالي طيب نحن نحتاج هذا السلاح في هذه المرحلة طيب المؤقتة الانتقالية. الآن هم فرغوا وقالوا ببيان رسمي أن قد انتهينا من الإرهاب. ما هي الخطوات التي اتخذت؟ ويجب أن تكون الخطوة رقم واحد أن تسحب السلاح من كل هذه الميليشيات وأن تسرح هذه الميليشيات. هل حدث هذا؟ هل سيحدث هذا؟ هناك أكثر من 100 قائد من ميليشيا سيدخلون الانتخابات القادمة، هم من يحكمون العراق. لذلك السلاح بيد هذه الميليشيات، بيد هذه العصابات، وهي المكون الأساسي الذي يحكم الذي يحمي العملية السياسية ويحمي هذه القوى التي في العملية السياسية. إذن السلاح بيد أربابه، بيد من يمسكون بالعراق، لذلك لا يسحبونه. المحافظات التي يعتقدون أنها تقاوم ترفض قد انتهوا منها، قصفوها، دمروها، أحالوها إلى ركام، وأمامنا نماذج كثيرة من الرمادي وصولا إلى الموصل أحالوها، وما زالت عمليات التفتيش عنهم، أسكنوهم بالمخيمات، سحبوا منهم كل شيء، وصلت الحالة أن البيوت لا يمتلك حتى السكين الصغير للدفاع عن نفسه إذا ما يعني جاءه سارق، وليس يعني للقتال، ليس لديه. وصلوا إلى هذه الدرجة. لكن هناك أماكن متخمة بالسلاح والسلاح الثقيل. هناك أماكن يعني قبل يومين كنت أستمع إلى أحد المواطنين من أبو صيدة يتحدث عن أنه لا منزل في أبو صيدة مثلا كمثال في دياله لم يضرب بهاون، لم تسقط عليه قذيفة هاون طوال الأيام. هذه الهاونات تسقط على البيوت، من أين هذه؟ ميليشيات تمتلك هاونات ودبابات. الآن العشائر، هذه السلطة المنفلتة، نزاعات عشائرية، يستخدمون أسلحة ثقيلة. كيف يمكن؟ العشيرة نعم محترمة، العشيرة مطلوبة في العراق، لكنها ليست السلطة التي تحكم الشارع. الأمن أساسه بيد الدولة، إن لم يكن هناك قانونا يحمي الناس، لم تتساوى الناس كلها سواسية، لا يمكن أن تقوم هناك دولة، ولا يمكن عن هذا عن الأمر. ما الذي يمنع الحكومة، ما الذي يمنع إنفاذ القانون في كبح جماح هذه الظاهرة والسيطرة على السلاح وانتزاعه وإرجاعه إلى يد الدولة؟ نتحدث هذا، لكن طبعا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة تبحث في فوضى السلاح في العراق. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في فوضى السلاح في العراق. ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني والعميد الركن وليد الراوي. سيادة العميد وليد، في عمان ثمت من يذهب أو يجد عذر للحكومة عندما تقول أن الموقف العسكري والأمني في العراق ما زال هشا، ما زال ضعيفا، هناك تهديد كبير من قوى إرهاب لم تنتهي بعد، ربما تم الانتصار عليها عسكريا لكن موجودة الآن أمنيا بخلايا أمنية، ولذلك السلاح مطلوب سواء كان بيد الميليشيات، بيد فرق الموت، بيد الأفراد، لأنه هناك مرحلة حرجة لا زالت قائمة. هذه الحجة من الحكومة مقبولة ومتفهمة؟ حقيقة نعم، كان الحشد والميليشيات
دور في مقاتلة تنظيمات داعش، لكن وانتهى داعش وأعلن رئيس الوزراء انتهى الإرهاب في العراق. طيب سؤالنا الأول، أن الآن قيادة الحشد الشعبي تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، والكل تنادي بتأطير مسك السلاح، سيطرة الدولة على السلاح. هل للقائد العام السلطة الآن في منع ميليشيات لا تقل عددها عن 15 وهي جزء رئيسي من ميليشيات الحشد الشعبي في القتال في سوريا؟ إذن الموضوع لا سيطرة له عليه. وحتى في الداخل سيادة العميد العبادي نفسه يتحدث عن 100 فصيل مسلح خارج مظلة الحشد. نعم. وبالضبط رئيس الوزراء قال 100 ميليشيا عندنا غير مسيطرة عليها، غير منضبطة، بيدها سلاح، معها فوضى السلاح، تنفذ سياساتها الطائفية، سياساتها الإجرامية، يمارسون نفس الأدوار اللي مارستها داعش في موضوع القتل والاستهداف والابتزاز. المرحلة الحالية يجب أن يكون هنالك لمطالبة، طيب قاتلوا المؤهل من عندهم أضمه بينضم إلى مؤسسات عسكرية بحيث تكون المؤسسات العسكرية فعلا ذات قيادة وسيطرة واحدة. الآن هنالك قيادات وسيطرات واحدة، وكنا نلاحظ بالإعلام تصريحات هذه العامري والآخرين، هذا العامري يقول أن الحشد يعني الآن سيادة العميد مع إذا سمحت لي مع المطالبة بدمج أفراد أو عناصر ميليشيات الحشد في المؤسسة الأمنية والعسكرية، الآن تم إرجاع البلد إلى المربع الأول. أنت تعرف هناك شكوى، وتحدث الدكتور عبد الحميد، وهناك شكوى من الحكومة من أن الانهيارات الأمنية والخروقات الأمنية التي شهد العراق، ولحد الآن العراق غير قادر على صناعة أمن حقيقي في العراق، هو بسبب عمليات الدمج للميليشيات التي قدمت من إيران أو التي صنعت في بعد 2003 في العراق على يد نيجرو بونتي وعلى يد خبير الإرهاب الأمريكي راح اسمه من بالي. رجعنا الآن إلى عملية الدمج، يعني الآن إحنا إذا عناصر الميليشيات الحشد دمجت مرة ثانية في المؤسسات العسكرية والأمنية، في مرحلة لاحقة أيضا الأمن سيعاني، المجتمع سيعاني أنه والله هؤلاء نتيجة الدمج. نعم، ما أقصده بالدمج هو ليس دمج الميليشيات على ضوء القرار مال بريمر 91 وعندما أصبح رئيس لجنة الجمد وزير الداخلية باقر صولاق. هناك ضوابط، ان المساله الاساسيه ان وجود مؤسسه عسكريه مهنيه قويه هي كفيله بمنع وجود داعش ومثالاته وحتى التدخل الايراني عندما يكون هناك جيش مهني قوي. من وجهه نظر عسكريه، هل ترى ثمه ارض الان ارضيه حقيقية وصلبة أو مؤشرات على وجود هذه المؤسسة؟ هل تمت مؤشرات على أنه هناك سيبنى في المستقبل مؤسسة عسكرية على أسس مهنية موضوعية وطنية بعيدة عن الولاءات والانتماءات؟ هل تراها أنت؟ احنا خلينا نكون واقعيين، يعني ولا ونبخس الناس أشياء، أكو ناس ضباط مهنيين حاولوا بعض، لكنه الميليشيات هي الطرف الأقوى. نعم. والميليشيات هي من تحاول تفشد عمل المؤسسة العسكرية. نعم. حتى تكون لها الذراع السلطة العسكري والسياسي لاحقا. نعم. وبدليل ذلك أنه أي قائد عمليات الآن حتى لو رتبة فريق ركون ومهني ليس لديه السيطرة على الميليشيات المتواجدة في قاطع مسؤولياته. نعم. في موصل وفي الأنبار وفي صلاح الدين هنالك تعمد من قيادات الميليشيات بإضعاف المؤسسة العسكرية حتى تكون لهم هم اليد الطولة والعليا في السيطرة على الجانب الأمن وإدامة الفوضى. نعم. وضمان التدخل الإيراني في العراق. نعم، وهذا ما نعم. ما سماه أحد المسؤولين الإيرانيين إنشاء الجيش الولائي في العراق على غرار الحرس الثوري الإيراني. طبعا فوضى السلاح الموجودة الآن في العراق كانت هاجس ومؤرق للمجتمع وأفراد المجتمع، هناك عملية خوف ورعب من عملية انتشار السلاح بيد كل من هب ودوب وهب ودب، ولذلك المجتمع لا يشعر بالاطمئنان من هذا السلاح. نشاهد أيضا بعض هذه المقتطفات لآراء ناس من محافظة ميسان، ثم نعود لإكمال النقاش.
نوع السلاح يكون بيد من حبودة، يجب أن يكون محصور بيد الدولة والجهات الأمنية والجهات المسؤولة وبيد الرقابة. فإذا كان كل شخص يمتلك سلاح فأصبحت غابة وليست وطن وحماية واستقرار وقانون. فأبسط الأشياء أنه إذا تريد عندك مثلاً معاملة أو فد مشكلة أو فد شكوى معينة، إذا كان الشخص المشتكى عليه أو المدعى عليه أنه يمتلك سلاح أو حزب يمتلك سلاح أو ميليشيات، فحقك أكيد أول وتالي راح يروح وما تقدر تأخذه، فهذا خطأ وما تقدر تحكي في الشيء صحيح. سيطرة الأحزاب على المؤسسات الأمنية بالمحافظة، مو بس بالمحافظة، وكل عموم العراق، شلون يصير أمان؟ المجرم ينقض ورا ساعة أهله وأقاربه يروحون للمؤسسات الأمنية المركز الشرطة يطلعون يابا مو هذا مجرم وهذا مرتكب جريمة، شلون يطلعونه أنتم؟ ثانيا وصلت إلى درجة يصير يعني يصير الإجرام قدام المنتسب مال الأمن، تقول له يابا هاي قدامك أنت، هذا أنت رجل أمن، أنت لازم تقوم بدورك، ولا كأنه ولا شغلة تعني. فهذا اللي تقدر تقولي خلي التخلف عندنا قصور المؤسسات الأمنية فرض سيطرتها على الأمن، إنه سيطرة الأحزاب على المؤسسات الأمنية بالدرجة الأولى هي من أيام السقوط اللي صار الفرهود، وما حسب ما علمك يعني، وهذه انه هي استولوا على الفيالق وغيرها الاماكن العسكريه، وبالاضافه الى انه اجتك الاحزاب ونص العشائر اللي هي مرتبطه بالاحزاب، والاحزاب تعرف كلها عندها دعم بالسلاح وغير السلاح ماديا ومعنويا. دكتور عبد الحميد، اذا كانت الحكومه لديها جيوش من القوات الامنيه، من الشرطه، من الشرطه الاتحاديه، من القوات النتنه او القذره، فما الداعي لأن تكون هناك ميليشيات وعصابات بيدها السلاح تنشر الرعب، ويعني السلاح يوظف لتحقيق مصالحها الحزبية وأحيانا ما يعني مصالح شخصية، وهذه عينة من أناس في محافظة ميسان ثمة رعب. إذا كنا نتحدث عن المشروع الإيراني فبالتأكيد ما ذكرته قبل قليل أنها تريد أن يكون هنالك جيش رديف، وأكثر من مسؤول إيراني أيضا صرح بإعجابه بتجربة حزب الله في لبنان، فهي إذا أمر مقصود، هذا واحد. الأمر الآخر أن هذه الميليشيات أو المؤسسة الرسمية الآن الجميع يدرك أنها ضعيفة لأنها لم تبنى على بناء حقيقيا. الأستاذ الدكتور وليد أشار قال هنالك بعض الشخصيات المهنية وكذا، لكن المشكلة في العراق ليست في أشخاص معدودين وإنما في المنظومة، المنظومة الحالية في العراق بما أنها قامت على المحاصصة فبالتأكيد ستكون منتجاتها مخرجات هذه كلها في كل المجالات بما فيها العسكرية سيكون هذا الضعف وهذا الشكل. لذلك هنا نرى أن الحاجة إلى مثل هذه الميليشيات هنا علاقة تبادلية، يعني تبادل منفعة، هذه الأحزاب الموجودة في السلطة تنفع هذه الميليشيات في أنه إشغال الناس عن استمرار هذه الأحزاب الفاسدة واستمرارها في نهب المال العام وبيع العراقي بما فيه. من جهة أخرى هذه الميليشيات هي تتخذ من الغطاء الذي منح لها مؤخرا اللي هو المنح أو الدمج أو إعطاها الصفة الرسمية كما قيل، هذا مكن هذه الميليشيات أولا من التمويل، أصبح لديها تمويل رسمي، نعم. تمويل رسمي مالي، وأيضا مخازن السلاح أصبحت مفتوحة أمامها، ورأينا كيف هذا باعتراف حتى قادة الاحتلال العسكريين الأمريكان انتقل السلاح من السلاح الأمريكي حتى وصل إلى هذه الميليشيات. فإذن هي علاقة تبادل منفعة بين هذين الطرفين، والمجني عليه هو الشعب العراقي الذي هو وحده الذي يعاني. نعم سيادة العميد وليد، يعني بعد 15 سنة ما زالت الحكومات في العراق تعمل وفق مبدأ المرحلة المؤقتة، الترتيبات المؤقتة سواء طبعا عسكرية وأمنية، مرحلة إجراءات مرحلية، لم تستطع أن تعبر إلى مرحلة المؤسسات الثابتة. نتكلم الآن عن جانب الأمني ونحن نتحدث عن فوضى السلاح. ما الذي منع هذه الحكومات برغم كل الإمكانيات المادية والدعم الإقليمي والدولي من أن تنشئ مؤسسة ثابتة، إطار ثابت، أسس ثابتة؟
حقيقة السبب الرئيسي في هذا الأمر، طبعا احنا نعرف أنه أعيد بناء الجيش العراقي وفق قرار 91 الذي سمح لتسع ميليشيات نقود يعني عسكرية مع الحزبين الكردية وسبع ميليشيات لبناء المؤسسة العسكرية والأمنية، وتم جلب الضباط الدمج واستعين ببعض ضباط الجيش السابق برتب محدودة ورتب محدودة وعدد محدود أيضا، فبني الجيش على أساس أنه غير مهني وغير حرفي ولم يتبع به سياق إعداد الجيوش بالعالم والذي معروف أكاديميا في من جانب الخبرة جانب العمر جانب اللياقة البدنية جانب المؤهل العلمي. النقطة الأخطر هي أنه جعل الجيش هو مرتعا للأحزاب السياسية الطائفية، وبالتالي أصبحت بعض الوحدات محسوبة بالكامل للحزب الفلاني، بعض الأحزاب سيطرت عليها بعض الوحدات الميليشيا المعنية منها مثلا الشرطة الاتحادية، معلوم أنه بالكامل هي تحت سيطرة تنظيم بدر. هذا العامل. العامل الآخر للأسف احنا على مستوى الاستراتيجي حتى القوات الأمريكية المحتلة لم تبني استراتيجية طويلة من استقرار البلد، وليس الحكومات المتعاقبة، إنما كان الغاية من الحكومات المتعاقبة هي إدارة منافعها ومنافع القوة التي جاءت بها ومكنتها برقاب الشعب العراقي. لذلك هذه العوامل مجتمعة أعاقت ببناء مؤسسة عسكرية عراقية مهنية تتكفل ببناء وسلامة ووحدة الأرض العراقية، ودليل ذلك أنه عدد محدود من مجرمي داعش يسيطرون على الموصل التي بها قوة فيلق، ثلاثة فرق زائد ورتب بفريق ركن وفريق أول وقائد عام وفريق أول عبود قنبر، هربوا بليلة وضحاها وسيطرت داعش على سلاح ما قيمته مليارات الدولارات، وطبعا بدون أي حساب لمن تسبب بهذه المأساة التي تبعت مأساة في صلاح الدين والأنبار. لو كان لدينا مؤسسة عسكرية بنيت على مهنية وحرفية عالية لما كان، لكن القوى السياسية المرتبطة بالخارج وأنا أقصد بالتحديد إيران نعم تستهدف إضعاف المؤسسة العسكرية والدولة، لأنه مع ضعف الدولة وضعفها زيادة نفوذها وسيطرتها على مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الدينية. نعم واضح. دكتور رافع الفلاحي، هذا السلاح، هذه الغابة من السلاح هي تتبع إلى ميليشيات، يعني بيد الميليشيات وفرق الموت، هذه الميليشيات وفرق الموت تتبع إلى أحزاب نافذة مكونة رئيسية للعملية السياسية الموجودة. هل يعني أن هذه الفوضى ستستمر؟ انفلات السلاح سيستمر لأن هذه الأحزاب ضمن إطار سياسي لحد الآن مستمر وثمة دعم إقليمي ودولي له، يعني الظاهرة ستبقى وربما تتفاقم. أستاذ ماجد، من خلال يعني حديثنا في هذه الطاولة، طاولة الحوار هذه، أعتقد أننا ذهبنا إلى التفاصيل. نعم. وذهابنا إلى التفاصيل أنسانا الإطار العام. نعم. الأساس في كل ما نتحدث عنه هو الإطار العام. نعم. عندما يعني نتحدث عن مؤسسة عسكرية غير مهنية لكن تبنى صحيحاً، التفاصيل هي القاتلة دكتور، هي من يقتل. نعم. التفاصيل هي القاتلة. لكن نعم. لو كان الإطار السياسي الحاكم نعم. إطارا صحيحا نعم. إطارا مبنيا على أسس صحيحة وعقيقية ووطنية، لما وصل الحديث بنا إلى هذا الحال، لما وصل حال العراق إلى هذا نعم. إلى هذا الدرك الأسفل من الهاوية. نحن نتحدث عن إطار سياسي مبني على المحاصصات، مبني على الطائفية، على الإثنية، كل المؤسسات التي في هذا الإطار مبنية هذا البناء. أنت تتحدث لي عن مؤسسة عسكرية، حتى لو جمعنا هذا السلاح من الميليشيات ما أعرف مين من العصابات وأعطيته للمؤسسة الأمنية والعسكرية وقل جمعت السلاح، لن تنتهي المشكلة. هل هذا سيحقق للعراقيين الأمن والأمان؟ أنا أعتقد لا، مو نعم. أعتقد جازما نعم. لا، لأن السلاح بيد من يستعمله، هناك سلطة عليا، هناك إطار يسمح لهذه الميليشيات التي كونت الجيش وكونت القوى الأمنية أن تتصرف كما يجب. قوة القانون، أنت هيبة القانون غير موجودة، قوة القانون غير موجودة، البلد فيه انفلات في الإطار العام، الإطار العام المانع الجامع الذي يستطيع أن يبني وطنا غير موجود،
فلذلك كل هذه المؤسسات نحن نضحك على أنفسنا عندما نتحدث عن في دولة مثل العراق، يعني نتحدث عن مؤسسة قضائية جيدة، عن مؤسسة تعليمية جيدة، عن مؤسسة عسكرية جيدة. هذا ضحك على أنفسنا عندما نتحدث هذا الشيء. ما دام الإطار العام فيه خلل كبير، فيه مصيبة كبيرة، فيه خلل بنيوي واضح، سيبقى منتج لكل هذه الأزمات والسلبيات، كل منتجاته كل مخرجاته فيها خلل كبير وخلل بنيوي. هذا ما يحدث. السلاح الآن منتشر في كل مكان لأن الإطار الحاكم للعراق يسمح بذلك، يسمح للشرطي والجندي والضابط يتصرف بالسلاح. مفهوم الأمن في العراق مفهوم خطأ، نعتقد أنه بالاستعراضات، باللباس المعرف من هو المرقط، بعجلات الهمر، ببث الميليشيات في الشوارع، نحن نحقق الأمن. بالعكس، هذا مفهوم خاطئ. في دول غربية، وسيادة العميد يعني يستطيع أن يحدثنا وهو رجل كبير أمني، في دول في أوروبا في العالم لا تجد شرطيا في الشارع، لا تجد عسكريا واحد في الشارع، لكن الأمن منضبط تماما، الناس تحترم، لأن هناك سلطة، هناك إطار عام سياسي حاكم لهذا البلد، مضبوط، مبني على أسس صحيحة. لذلك كل هذه المؤسسات، نحن نرى مئات الآلاف من الشرطة والجيش في الشوارع، لكن هل في العراق أمن؟ هل في العراق سيطرة على السلاح والقتل والاغتيالات والابتزاز والخطف؟ هذه عملية مستمرة من عام 2003 لحد الآن. لذلك لا يمكن الحديث فيه يعني فيه تزوير، فيه كذب، إذا ما أردنا أن نتحدث أن هناك يعني هناك خلل في المهنية، هناك خلل، لا الخلل في الإطار العام، الإطار العام هو المصيبة، في أصل المشكلة الأساس. نعم. سيادة العميد وليد، إذا هذه الصورة، هل ستستمر عملية القفز فوق الدولة والقانون من قبل حائزي هذا السلاح، سواء أفراد، ميليشيات، فرق موت، إذا هذه الصورة الهشة والهزيلة للدولة، لإطار الدولة، وبالتالي العملية ربما ستتفاقم أكثر من الوتيرة الحالية في المستقبل؟ احنا لو نرجع إلى موضوع حصر السلاح بيد الدولة بدقيقتين، وليس موضوع، نعم، وليس عملية جمع السلاح، إنما نعم، إنهاء مظاهر المؤسسات العسكرية، نعم، الغير شرعية، الغير رسمية، أو خارج إطار المؤسسة العسكرية. هذا المسألة الأساسية، وهذه لحد الآن حكومة عاجزة، بدليل لا توجد قيادة. أنا أعطيك مثال بسيط، نعم، عن سيطرة وقرار الحشد أو الميليشيات عن الجيش. نعم. في عمليات تحرير الجانب الأيسر من الأيمن من الموصل، وضع الجيش بمعاونة المستشارين التحالف خطة لتحرير الساحل الأيمن من الموصل، على فتح كوريدورات ممرات لكي يخرج مقاتلي وداعش من المدينة وتم معالجتهم بالصحراء بقوة جوية. إلا أن الميليشيات بأوام المؤتمر بإيران اعتبرت خروج الميليش داعش من الموصل باتجاه الصحراء سيذهب إلى سوريا ويهدد النظام في سوريا، عندما باشرت القوات المسلحة العراقية بدعم قوة التحالف بالهجوم على الساحل الأيمن، تم غلق هذه الممرات من قبل الميليشيات، وأصبحت المعركة دامية ودمار، ومعروف النتائج على مستوى الساحل الأيمن. أن عملية السيطرة الآن، المسألة الأخطر هو أن هذه الميليشيات تم تأطيرها بإطار سياسي وسجلت انتخابات، وستكون هي صاحبة السلطة في الانتخابات، نتائج الانتخابات القادمة، ومما يزيد الأمر سوءا وأكثر دموية. شكرا العميد الركن وليد الراوي، الخبير الأمني والعسكري، شكرا جزيلا. دكتور عبد الحميد العاني، في الدقائق الأخيرة، يعني هناك من يتحدث أن البلد ذاهب باتجاه انفلات كامل للسلاح، الآن نوع من السيطرة، يعني هامش سيطرة هنا وهناك، هناك ستكون عملية انفلات كامل، سواء لعجز الحكومة، لتوظيف الحكومة، هذا الوضع أيضا قد يروق لها، أو بسبب ارتباط حاملي السلاح بأجندات خارجية مذهبية، إيران تحديدا. ما المتوقع للمجتمع، للوضع في العراق، إذا هذا السيناريو؟ هذا هدف من أهداف أمريكا وإيران، أنه إدامة الفوضى واستمرار الصراع في العراق، وصولا إلى تدمير البلد، وتحقق لهم في بعض المدن، ووصولا إلى إشاعة الفوضى بشكل أكبر مما هو حاصل اليوم. لكن ونحن ننظر اليوم أنه هذه الميليشيات جميعها مرتبطة بإيران، فبالتالي هنالك سيطرة نوعية
على هذه الميليشيات، لكنه يراد أنه تبقى هذه الميليشيات أداة ليضرب بها هذا المكون أو ذا أو تلك المكون أو تهديد هذا الحزب أو تلك الجهة، ويبقى العراق في عدم استقرار. نحن نتحدث عن ملف واحد ضمن ملفات متعددة كثيرة. الدكتور رافع قبل قليل ركز على قضية مهمة، أن هذه ظاهرة من المظاهر الكثيرة التي نحن العراقيون كلهم يعانون منها، فلا بد من حل جذري لهذه المأساة. هذه المأساة اليوم الذي هذا الملف تحديدا، من الذي يعاني منه؟ الشعب العراقي، المجتمع العراقي، حتى المحافظات الجنوبية التي ربما الكثير من هذه الميليشيات هي تنتمي إلى هذه المحافظات، وهي التي كانت بعيدة عما يسمى بالحرب على الإرهاب. نرى اليوم باعتراف أعضاء من الحكومة انتشار حالات الجرائم في تلك المناطق، الصراع العشائري. الحكومة قبل يومين سيرت قطاعات عسكرية بالدبابات والمدرعات، وهذا أيضا الذي ربما أردت التحدث عنه قبل قليل، أنه في مطلع هذا الشهر قالوا هنالك حملة للسيطرة ولحصر. ما هي النتائج؟ إذن هنالك كلام، هنالك استهلاك إعلامي، وهنالك عدم قدرة. يعني الحكومة أولا لا تريد، ثانيا لا تستطيع السيطرة على هذا، لأنه أولا وأخيرا القرار ليس عراقي. لا يزال العراق وكل هذه الملفات مرتبطة بمشروع واحد، هو مشروع احتلال أمريكي إيراني، بينهما تخادم. فالحل يجب أن يكون جذريا. شكرا للدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وشكرا أيضا للعميد الركن وليد الراوي الخبير الأمني والعسكري، كان معنا عبر سكايب بن عمان. كانوا معنا في هذه الحلقة من طاولة حوار، بحثت في انفلات السلاح في العراق، أسبابه وتداعياته، وفشل أو عجز الحكومة عن حصر هذا السلاح أو انتزاعه من يد حامليه وحائزيه. نتوقف عند فاصل ليرفضنا الدكتور رافع الفلاحي بخلاصة ما جرى في النقاش. ابقوا معنا. إذا دكتور، انفلات السلاح أو فوضى السلاح خطر يهدد المجتمع في العراق، ربما حتى أكثر من التهديد ما يسمى بالإرهاب، وفق أيضا تصريحات الحكومة. الحكومة غير قادرة على حصر هذا السلاح، إما أن هي عاجزة أو لأسباب سياسية أو توظيف هذا السلاح، وبالتالي المجتمع تحت مطرقة تهديد آخر. ما الحل؟ هذا حديثنا، الحديث الذي جرى في هذه الطاولة يؤكد أن لا أمن في العراق. نعم. عندما لا يكون هناك أمن في أي دولة، إذن هذه الدولة بلا سيادة. السيادة الحقيقية شرطها الأساس اللازمة الحقيقية لها وجود الأمن. فلا أعمار ولا بناء ولا تعليم ولا صحة بدون أمن. والأمن يعني سيادة القانون، أن هناك سلطة للقانون مهابة ولها تأثير كامل. هذا غير موجود عندنا في العراق. السلاح مبذول في كل مكان، الميليشيات مسيطرة عليه، العصابات مسيطرة عليه. السلاح لدينا 15 مليون قطعة سلاح، بمعنى 70 قطعة سلاح لكل 100 مواطن مهما كان عمره، من الرضيع، من المولود، من عمره يوم إلى يعني آخر العمر. فهذه كارثة كبيرة في بلد مثل هذه الكمية من الأسلحة اللي موجودة فيها، كمية كبيرة. القوات الأمريكية عندما خرجت من العراق أو تحدثت في عام 2011 عن 650 ألف طن من الأسلحة خارج سلطة الدولة، هذه كميات هائلة. إذن الأساس في كل هذه القضية أن الإطار العام، الإطار الذي يحكم كل هذا، هو سامح بهذه القضية. إطار غير صحيح، إطار غير حقيقي. لذلك على العراقيين الذين سيذهبون للانتخابات، والحديث عن معالجته حديث يندرج في إطار البروباغاندا الانتخابية. أبداً أبداً علاج لن يتم أبداً، لأنه هذا 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 وضع. نعم. العلاج الأساسي هو علاج الحالة. أشكرك. تذهب إلى الجذور، تذهب إلى العملية السياسية، إلى هذا الإطار الذي يسمح بكل هذا القرار. شكراً جزيلاً، نلتقي في الأسبوع القادم. شكراً.